زي ما انت شايف كده يا محسن بيه، الملجأ عندنا غير اي ملجأ تاني. احنا هنا بنعامل الاطفال كانهم ولادنا، حته مننا، عشان يعني ما لهمش اي يد في الظروف اللي جابتهم هنا. عندك حق، في ناس ما تقدرش نعمه الاطفال ربنا بيرزقها بيها. انت جبت المفيد فعلا، الاطفال دول نعمه، نعمه كبيره جدا. بس اللي يحس بقى، انا كمان عجبني الديزاين بتاع المكان، في طاقه حلوه كده ومريح نفسيا. مراتي نجوى مهندسه ديكور. شكلك فنانه، وشكلنا كده هنبقى اصحاب ان شاء الله. اكيد الاطفال اللي هناك دول عندهم سنه. تخيلي يا مدام نجوى، اب وام يرموا اطفالهم وهم لسه حته لحمه حمراء قد كده. محسن بص، المدام شكلها حبت البنت اللي هناك دي وتعلقت بيها. طب احنا كده ممكن ناخد القهوه عندي في المكتب؟ مفيش مانع، اتفضل. اتفضل طبعا، اهلا وسهلا. اقدر افهم انت ما جيتش المكتب اليومين اللي فاتوا ليه؟ انا اسف، كان في كام حاجه كده كنت بخلصها. وعملت ايه في قضيه مدكور صبحي؟ مدكور؟ طبعا دي لسه بقراها يعني عشان اعرف هتعامل معاها منين. انت ما فتحتش القضيه. الصراحه يا بابا وانا اسف جدا، بس الفتره اللي فاتت كان في كذا حاجه كده شغلني. اسمع بقى، اذا كنت فاكر علشان انت ابني انا هسمح باي تقصير في الشغل تبقى فاهم غلط. يا بابا انا كل الموضوع ان مفيش يا بابا. انا يا ابني بدات الشغلانه دي عرض حلقي، كنت بصحى الصبح اقف على باب المحكمه ادور على اي محامي فاشل عشان اكتب له عرضه الدعوه، لحد ما بقيت اكبر محامي في البلد. ومش هقبل ان ابني يبقى محامي غير كفء. حاضر يا بابا، اوعدك ان التقصير ده مش هيتكرر تاني. هنشوف. نفيسة! نفيسة! نعم يا هانم. ايه ده؟ معرفش يا هانم. امال مين اللي يعرف؟ مش انت اللي بتغسلي غسيل في البيت ده؟ ايه اللي جاب روج على قميص جوزي؟ معلش يا هانم، هاتي انا اغسله تاني. تغسلي ايه؟ انا ما بحطش لون البيئة ده، ولا يكونش احمد ابني. معرفش يا هانم، يمكن من بره. يعني ايه؟ تقصدي ايه؟ مش قصدي يا هانم. طب غوري من قدامي. نفيسة! نعم. حسك عينك حد يسمع عن الموضوع ده، فاهمة؟ حاضر. غوري. ماشي يا نبيل. عماد بيقول إن أنتوا ناس محترمة وبتحبوا فعل الخير. محسن بيه صاحب توكيل عربيات كبير، ناس مؤتمنة. يبقى أكيد إن شاء الله هنركب من عندك. يا ستي أنا تحت أمرك. الأمر لله وحده. نتكلم بقى في الجد. أنا ست دغري وهبت حياتي كلها لفعل الخير. عماد قال لي إن أنتوا عايزين طفل تكتبوه باسمكم، وكأنه من أساسه ما دخلش الملجأ. صح الكلام؟ صح. أنت عارف إن ده مخالف للقانون، وفي ناس بتقول إن هو مخالف للشرع، لأنكم لا هتكفلوه ولا هتتبنوه، بالعكس ده هيتكتب باسمكم، هيورث بدل أهلكم، بس إن شاء الله إن شاء الله هيبقى سند وظهر ليكم. أنا مش هعمل كده عشان خاطر أنا ونجوى ما بنخلفش، وأنا من البداية كنت رافض. محسن بيه، مدام مروة بتحب توضح لحضرتك الصورة مش أكتر، ما هي قالت لك إن هي ست دغري. مدام مروة حضرتك ست وأكيد أم، وفاهمة ومقدرة يعني إيه الست مننا تبقى محرومة من الخلفة. فاهمة ومقدرة، بس أنا بحب تبقى الصورة واضحة. أنا تحت أمرك. أنتوا اخترتوا البنت، مش كده؟ البنت الصغنونة دي جميلة وتشرح. طلباتك إيه يا هاني؟ مليون جنيه. ايه ده مبلغ قليل جدا على سند وظهر، معامله مضمونه ملهاش ديل، مجرد ما نتفق لما تخرج من هنا لا شفتكم ولا اعرفكم. قلت ايه يا عماد؟ ولا حتى سمعنا اسمه. انا موافق نكتب الشيك. لا 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 لا، انا عندي حل احسن من الشيكات. ده عقد ارض كنت شاريه في المنصوريه 1.5 مليون، انت هتاخدها مني ب 2.5 مليون، وكان اللي احنا متفق عليه ده بره اللي احنا بنتكلم فيه خالص. قلت ايه؟ موافق. مبروك عليك الأرض. كان قلبي حاسس
ان البت دي اول واحده هتتاخد وهاخد فيها ثواب.